في وسط عركه البلح الزغلول وخطوره النبات المغضوب عليه ده على عين البلد واتهامه بمحاوله قلب نظام النخل وانشاء سلاح في اداره المخابرات مهمته تعقب اي نخلتين في العلالي وثبت ان بلحهم دواء او طابوا في ليالي الهوى. وفي ظل شكوى زغلول ذات نفسه من العنصريه والاستقصاد وهو شايف الجوافه بتتعامل عادي والتين الشوكي دخل نادي الزمالك بعربيته واتعمل له كارنيه عضويه والمانجا بيتقال فيها الاشعار، الناس سابت القضيه المصيريه دي وركزت مع حته عربيه رولز رويس لا راحت ولا جت، ده حتى ببابين بس يعني، ما اظنش انها اسرع من اللانسر ولا انشف من الشاهين، دي برقبتها في الجري على الدائري. الهيئة الوطنية للانتخابات تحيل جميع المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للنيابة. وبالتالي وفي ضوء هذه الإجراءات اللي تم الإشادة بها من كل من تابع العملية الانتخابية وكل من شارك فيها، فالهيئة الوطنية للانتخابات النهاردة بتقول إنه كل الموجودين أساميهم في قاعدة بيانات الناخبين وليهم حق التصويت ولم يشاركوا في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ هيتم إحالتهم إلى النيابة العامة. هو الإجراء قانوني وسليم ومتبع على فكرة في كل دول العالم مع اختلافات بسيطة، يعني أوروبا كلها ماشية بمبدأ العقاب للي ما ينزلش انتخابات، الدستور هناك بيتيح للناس تعبر عن رأيها في الانتخابات، سواء راحت حطت صوتها أو أبطلته، إنما من حق الناس إن يكون رأيها الدستوري برضو إنها مش مقتنعة أصلاً بالعملية كلها فتقاطع، ده بيختلف التعامل معهم من دولة لدولة، يعني في دول بتجلد اللي ما راحش 30 جلدة، في دول بتمدهم على رجليهم أو تعبطهم حسب ما يختار المواطن، إنما نيابة وتحقيق وطبطبة والكلام ده مفيش، وبعدين هو القرار عندنا سليم وتربوي بس اعتابي عليهم انه كان لازم يدرس كويس، دول 54 مليون يعني كان لازم قبلها يتبنى بتاع 30 مليون سجن يلمهم عشان يبقوا عبره لل 15 نفر اللي نزلوا ونميز ما بين المواطن الشريف والمواطن الخاين، ما احنا مش هنعمل انتخابات مهمه كده وفي الاخر حته شعب مش عارف مصلحته يشوه المنظر الحضاري يعني. عموما معلش خدوهم على هادي كده في التحقيق وعرفوهم غلطهم او علموهم الرأس، ومعلش اعتبروا المانع من نزولهم في الزحمه نفس المانع اللي مخلي الدوله بتحذرهم من النزول لصلاه الجمعه في المساجد عشان الوباء والاجراءات الاحترازيه وكده. الحكومه تفرض رسوم مقابل الخدمات التعليميه لدخول الامتحان للراسبين. الحكومه وافقت على فرض رسوم مقابل او رسم مقابل الخدمات التعليميه لدخول الامتحانات للراسبين. عايز اقول لحضراتكم ان كل التعليم الجامعي والى اخره هيبدا يطبق على الناس اللي بتسقط. تعالى بقى انت مش داخل هنا، هي مش فسحه خلاص، انا بوفر لك تعليم تقريبا مجانا تماما في الجامعات المصريه كلها وفي كل حته، ولكن طالما انت سقط انا هبدا طبقا للقانون اطبق عليك مبلغ علشان تستكمل. ولكن هو بصرف النظر ان عاجبني لهجه وحماس وشماته وفرحه الوفد العريق محمد مصطفى شردي الطبال القراري بالقرار ده، بس انا شايف ان كفايه بقى دلع في الشعب، يعني المال السايب يعلم السرقه والناس بتصرف ارباح المشاريع وفوائد قناه السويس في الهجايس، انتوا خدوا فلوس الناس ومدخراتها كلها وادوهم انتوا المصروف بقى. ما هو اكيد كل الطلاب اللي بتسقط في ماده ولا اتنين وهم متوفر لهم لبن العصفور عيال سيسو مستهتره ورايحين يلعبوا، يعني مفيش مثلا دكاتره بتسقط الطلبه استقصاد، مفيش دكاتره اصلا متعينين بالواسطة او حتى معقدين نفسيا وما بيسقطوش حد عشان ما بياخدش كورس عنده او بيشتري كتبه، مفيش مناهج سرياليه هبله بتزود معدل الغباء وعدم الفهم عند الطالب اصلا، مفيش طالب مثلا من اللي ضيق الحال اللي انتوا وصلتوه ليه بيشتغل ويشقى عشان يصرف على دراسته ويرفع الحمل شويه من على كتاف اهله، فبتقع منه ماده ولا اتنين غصب عنه بسبب مناخ ومنظومه ومستوى اجتماعي انتوا السبب فيه. لا، اللي يسقط يدفع. انا بقترح كمان على الحكومه تستحدث قانون اسمه الحلاوه، ده في حاله نجاح بكوين كده على كل ماده، كامل الوزير لن يظلم مصري في عهد الرئيس السيسي. مش محتاج تاكد يا سياده الوزير على الكلام ده، الناس لمساه وعارفاه وواثقه في حنجرتك وفي السيسي طبعا، مفيش ظلم لا قدر الله، انتوا ناس تعرف ربنا، هو السيسي بس بيفرض ضرائب ويزود اسعار كل السلع ويرفع تكلفه كل الخدمات، انما ظلم لا، يسجن، يقتل، يخفي، يقص رغيف العيش اللي الناس بتحشي بيه بطنها عشان تسد جوعها، انما تقول لي ظلم؟ لا طبعا، يهد بيوت الناس فوق دماغها عشان مسؤول وسخ سمح لصاحب عماره اوسخ منه بالبنى من غير تراخيص، انما يظلم عاش وماشى وكل حكم فعدل فآمن فنام على نخلته مطمئنا. ترحيب برلماني بفرض رسوم على الطلاب الراسبين بالمعاهد والجامعات، وهي دي الميزة في وجود برلمان منتخب بيمثل الشعب، اللي محدش يعرفه ان القرار اصلا كان اعدام اي عيل يسقط، ولولا البرلمان وقف للحكومة وعارض قرارها ما كناش وصلنا الحمد لله لمجرد الرسوم. دي معلومة واصلة لي عشان زي ما انتوا عارفين
البرلمان ده سري وجلساته مش مذاعة عشان يخبوه من عين أهل الشر اللي فلقت الحجر، عشان بس الناس اللي بتزايد وبتقول عليهم شوية أرادتية وطبلين ومتعينين من المخابرات يمرروا كل القرارات اللي بيطلب منهم تمريرها لأسيادهم. أنا معايا تسريب للجلسة دي، وعلوكا بيقول الموافق على الإعدام يتفضل برفع يده. مفيش غير مرتضى منصور بس اللي رفع إيده، والباقي يهزوا القاعة بالرفض. واحد يقولوا معلش يا ريس مشيها رسوم بس، عيال وغلطت. السيسي لو مش عايزيني أكون موجود هنا ما عنديش مشكلة، بس ما ينفعش الدولة تغيب تاني. لكن احنا ما عملناش كده، غابت الدولة، بس ما ينفعش الدولة تغيب تاني. ما ينفعش الدولة تغيب تاني. إن غابت تاني تبقى مصر دي، وبالمناسبة انتوا كده بتأجلوا التطوير 100 سنة. لو غابت مصر تاني احنا بنأجل 100 سنة، وانا ما اقدرش اعيش كده، ما اقدرش اقبل كده، ومش هبقى هنا واقبل كده. يعني الناس هتبقى زعلانة ولا حاجة ولا متضايقة؟ ما يجراش حاجة. لا مش ما يجراش حاجة. لو انا انتوا مش عايزين ابقى موجود هنا انا ما عنديش مشكلة، بس انا لا يمكن والله ابقى موجود في مكان الا والاصلاح يبقى قدام عينيا وامسك فيه واخلصه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يا عم احنا مش مستعجلين، 100 سنه 100 سنه احنا ورانا حاجه، انت بس سيبنا نرجع ال 100 سنه دول ونتصرف احنا مع الانجليز اهون، على الاقل مش هيقفشوا علينا لو غنينا للبلح. بص هو انت لو مشيت انا شخصيا هفتقدك والله، والسوشيال ميديا هتفتقدك، يعني بقت عشره كده وعيش وتمر ما نقدرش نستغنى عنك. بس عموما لو قرفان مننا امشي، يعني انت سعادتك وراحت بالك وصحتك النفسيه تهمنا، انت تستاهل شعب احسن مننا بكتير، يعني الف شعب يتمناك. لو انت شايف ان راحتك مش معانا اطلع على اي دوله نسبه الستات فيها عاليه، هم بيحبوا الحنيه كده وقصة شعرك هي المفضلة عندهم. احنا مش هنكون مبسوطين لو انت قاعد معانا لاوي بوزك حتى لو احنا بنحبك. امشي عم الله ليسيئك، لا يجرى لك حاجة من الشعب اللي مش عاوز يموت هو ساكت ده. السيسي عن هدم الجوامع، اقول للقنوات المسيئة يا رب تبقوا زينا ولكنكم تدمرون الشعوب. ولا عايز يبني حاجة لربنا يهادي ربنا ويعمل له بيت يسرق أرضه، وبالرغم من كده ان شاء الله هنشيل وهنعمل مكانه. يقول لك بيهدوا الجوامع بتاعت ربنا، شوف المصريين احنا يا رب تبقوا زينا، يا رب تبقوا زينا في ان انتوا تعملوا حساب ربنا. تخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الامم وتضيعوها، بقيت تكلموا علينا اللي احنا بنبني ونعمر. هو انا مش عارف كده بيدعي لهم من قلبه والنيه صافيه ولا بيدعي عليهم؟ اصلا انا متخيل رد فعل اي حد ساكن في الغابات الاستوائيه وبيصحى كل يوم يلاقي الحيه ام جرس دي نايمه جنبه على المخده لما يلاقي السيسي بيدعي له يبقى زينا. بس عموما هو راجل طيب وعلى نياته، اكيد بيدعي لهم ومسامحهم رغم كل اللي بيتعرض له من هجوم وسخ من القنوات اللي بره، لكن برضه بيدعي لهم يدوق النعيم اللي معايشه لشعبه ويبقوا زينا. هو في احلى مننا ولا حلاوه شمسنا وخفه ظلنا او ساعه العصاري في سجننا ولا في حجم الاسعار اللي في متناسب دخلنا ولا مستوى المستشفيات اللي بتعالجنا كلنا؟ يا ريس دوس ولا يهمك، ارض الله واسعه، الجامع اللي ما يعجبكش هده ما دام في سكه كوبري من كباريك. اصل لو اللي بنوه كانت نيتهم سليمه كانوا عرفوا من الاول ان في كوبري هيعدي من نفس المكان. الكوبري اهم طبعا، وبعدين هو صارف ومكلف وباني الفتاح العليم في العاصمه الاداريه لمين؟ ما هو للشعب، بدل ما هو بينش في الصحراء كده، اعمل له رحلات حج باسعار مخفضه وخلي الناس تطوف حواليه كده وهي ماسكه صورك وكله شخلل عشان يصلي، في داك الف جامع ريس. السيسي معلقا عن التعدي على الاراضي الزراعيه، لو الامر استدعى هخلي الجيش ينزل. الناس ما بتاخدوش، انا بقول كده لان الدوله بمؤسساتها كلها محمد زكي مسؤوله عن الحفاظ عن الدوله المصريه، الدوله يا محمد زكي مؤسساتها كلها داخليه. لا لا لن اسمح ابدا ان احنا نهد بلدنا ونضيعها كده. وحد يتصور ان هو، لا والله لو الامر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر. ده كان زمان التعدي ده، اي تعدي على ارض مصر هينزل الجيش. سامع اثيوبيا؟ السد ده مخالف يا ابا احمد، والليوه اللي طلع لك التراخيص السيسي عكشه والسد طلع له قرار ازاله، ما تخليهوش يشخط فيك ويقل منك اكتر من كده. اوعى تفتكر انه بيزعق في شعبه وبيهدده انه هينزل الجيش يهد بيوت الناس ويحط الشعب في مواجهه جيشه. الراجل ده عمره ما شخط فينا ولا هددنا ولا قال اللي هيقرب من الكرسي هشيله من على وش الارض. الكلام ليك يا جاره، احنا الجيش بتاعنا وطني وقيادات وطنيه ومحترمه، واسالوا ربعه ومسبيرو واهل سينا. نجيب ساويرس كل اللي خرج من مصر ندم وبيحاول يقنع نفسه انه عمل الصح. هو في مساله الندم يعني الصراحه معاه حق، يعني انا اعرف ناس ندمانه طبعا، بس ندمانه انها ما سافرتش من زمان. بس للامانه الراجل بيتكلم صح، مصر جنه لو معاك مليارات وقصور ومنتجعات طبعا، مصر جميله لو معاك وسايط ونفوذ وقادر تدفع رشاوي وعمولات تمشي بيهم حالك. فالكلام بالنسبه لواحد زي ساويرس لو بيوجهه لواحد زيه فهو منطقي جدا طبعا. انهي ملياردير ده لو خرج بره هيلاقي اوبشن انه يستعبد الاف العماله المؤقته من غير عقود؟ وانهي حكومه هتسمح له يسرحهم ويخ
يخرب بيتهم في لحظة. أنهي ملياردير مصري أو عربي هيستحمل يعيش ويشتغل في مناخ نظيف مفيهوش إسناد مباشر واحتكار وتظبيط أمور وتسليك صفقات بالهدايا والعمولات؟ أنهي ملياردير هيعرف يدير مشروع وهو قاطم وسط عماله عشان ثروته في البنوك تتضخم وهم بيقبضوا ملاليم؟ هيعيش مرتاح إزاي وهو ما بيتقالوش يا بيه ويا باشا ويقف طوابير زيه وزي غيره وظابط مرور يوقفه لو مخالف ويسحب رخصه لو واقف في ممنوع؟ كلامك صح يا ساويرس، عمر اللي زيك ما هيرتاح بره الميغا اللي انتوا فيها. السيسي يا نبقى دولة مظبوطة يسيب لكم البيت ومحد يعرف لطريق جرة، والمجلس العسكري يجيب لكم مرات أب توريكم الويل. وانا بكلمكم عشان تبقوا عارفين، يا نوقف ونبقى دولة مظبوط، يسيب مكاني وامشي من هنا، يسيب مكاني وامشي من هنا، ويبقى اي حد تاني يتولى البلد دي يضيعها يخربها زي ما احنا شايفين كده. لا، اذا كنا احنا مقتنعين وانا بتكلم بمنتهى الجدية والحزم في الموضوع، الموضوع ده لن اسمح بيه. ولا احنا هنسمح يا ريس، ولا هنسمح لاي مخلوق يجي يخربها غيرك يخربها بعدك. من بدا شيء عليه اكماله، احنا بدانا معاك مشوار الخراب سوا. يا اخي عصبيتك دي موتراني. قصدي بدانا معاك مشوار العمار سوا وهنكمله سوا، ومفيش مواطن مصري عاقل هيسمح ولا بلده هتهون عليه ان يجي حد غيرك نرجسي ومجنون بداء العظمه ووهم الزعامه وحاسس ان هو مركز الكون وان هو اللي صح والباقي كلهم اعداء وبيكرهوا نجاحه، واي حد غيره هو بس هيبقى فاشل وهيخربها وبيعادي ويكره اي راي مخالف يجرح كبرياء عظمته. لا يا ريس، احنا هنستحمل معاك اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. مش يمكن لو اتنمرضنا عليك يجي لنا واحد سفاح قتال قتله وممكن يطلع مدني ولا عايز بالله فيخربها؟ وزير الماليه نسبه الدين قلت ونقترض لتحقيق نمو وحياه افضل. فاحنا الحمد لله بنعمل هذا الاصلاح، لكن بالتاكيد تمويل هذا النمو لابد ان يكون يعني بالنسبه لنا مستوعب. احنا ما بين حاجتين، يا اما نعمل نمو ونموله، يا اما ما نعملش نمو ونقف نقول والله اصل احنا مش عاوزين يبقى عندنا سلف. لا، احنا بنستلف عشان نعمل النمو ده، عشان نعمل طرق وكباري وشبكات مية وصرف ونحقق للناس توصيل الغاز الطبيعي في البيوت ونحل مشاكل مستعصية بقالها فترات طويلة. هو ليه بيقول ان الوباء بس هو اللي عطل نسبة النمو ونسبة انخفاض قيمة الديون وما قالش الاخوان؟ غريبة دي. بس انا معجب بالنظرية الجديدة ان الاقتراض بيحقق نمو وانجاز. دي نفس نظرية الواد اللي قال لابوه انا لميت المنهج كله واتفحت مذاكرة وكنت هجيب مجموع يدخلني طب، بس منه لله الوباء بقى. ايدك بقى على الحلاوة. فهي نسبة الدين قلت في ظل وجود الوباء بالاقتراض، مش بسبب مثلا تحصيل الجباية والضرائب والرسوم وزيادة اسعار السلع والخدمات من جيب المواطن. فاحنا كده عندنا اول وزير بيفتخر بانه نزل نسبة الدين من جيوب الناس في مشاريع وطرق وكباري واسكان، مش مشاريع انتاجيه مثلا وتصدير ودعم مشاريع تنمويه، في وقت العالم كله حكوماته بتساعد اصلا المواطن يتجاوز الازمه مش العكس وتزود عليه اعباءه. انت لو بتهبد الهبد ده في مؤتمر اقتصادي دولي كانوا شالوك مرابعه ورموك بره. رئيس الوزراء لمحافظ الجيزه ومدير الامن تعاملوا بحسم مع مخالفات البناء. انا الراجل ده من ساعه ما شفته في ازمه الوباء بعد ما كان مستخبي وعشر تنفار بس اللي يعرفوا ان اسمه مصطفى مدبولي وانا مرتاح له كده، وعجبني انه شغال صح وبكل حسم، مش سكرتاريه ولا حاجه تنفيذ اوامر السيسي. والفساد اللي في المحليات والوزارات اللي نتج عنه كل التجاوزات دي انا واثق انه هيحاسب المسؤولين عنه وباثر رجعي كمان. يعني مش بس اللي هيدفع ثمن المواطن، بس اللي اتغفل وسكن في بيوت مخالفه مع انها مستوفيه التراخيص بالرشاوي ويلاقي نفسه في يوم وليله في الشارع هو وعفشه وعياله، لا ده هيحاسب المسؤولين من اول الخيط. يعني اللي كان ماسك الهيئه العامه للتخطيط العمراني واللي بعدها بقى وزير الاسكان في حكومه ابراهيم محلب في 2014 ده هيتجاب ولازم هيتحاسب. كان اسمه ايه الراجل ده؟ اسمه ايه يا ترى؟ ايه ده، مصطفى مدبولي برضه؟ وزير الاوقاف لا يجوز بناء المساجد على ارض مغتصبه. محمد مختار جمعه وزير الاوقاف قال انه لا يجوز بناء دور العباده او غيرها على ارض مغتصبه، كمان لا يجوز بناءها على املاك عامه غير مخصصه لبنائها او ملك خاص بالمخالفه للقانون. اشاد وزير الاوقاف بجهود الدوله في تنظيم عمليه البناء بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة. مش عارف يا جماعة، الموضوع ده ملحوظ من ساعة حوار تحويل متحف آيا صوفيا المسجد، من ساعتها والناس دي بقى خلقها ضيق وروحها في مناخير. الله يسامحك أردوغان، عصبتهم، خليت الراجل دخل على الجوامع في مصر عشان مش طايلين يهدوه في تركيا. وبعدين حكاية مغتصبة اللي ماسك فيها وزير الأوقاف دي أنا بدأت أتوغوش عليه وحاسس إن الموضوع له أبعاد تانية خالص. مش عارف أنا إيه حكاية فيلم المغتصبون اللي ماسكين فيه ده كل ما تيجي سيرة مسجد جوه أو بره. وبعدين هو السيسي مقصر في حاجة؟ ده مقضيها اغتصاب في الشعب لما فرفر في إيده. هو يجوز يعني التجويع والغلا والظلم والاعتقالات؟ حليتوا كل المشاكل وما عادش فاضل غير بيوت الناس والجوامع اللي مبنيه على ارض الدوله اللي مقعدك مش على بعضك ومخليك ما تفتحش بقك غير لتنفيذ احلام سيدك وسرعانه ومباركه هدهم على دماغ الناس؟ طب والمباني والمشروعات والفنادق والمصانع والشركات بتاعه الجيش اللي الهيئه الهندسيه برضه بنتها ولسه بتبني فيها على ارض الدوله؟ ايه نظامها؟ واللي منها جرب فعلا اراضي زراعيه وبنى عليها بالمخالفه للقانون؟ راي جناب شنب فضيلتك ايه فيها دي يا مولانا؟ السيسي لن ابيع الوهم الناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية. تاني بقول الكلمة اللي بقى الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده شائك جدا، واي حد تاني برضو تاني بقولها يقولك ما تتدخلش في الكلام ده وسيب الاعلام يتكلم فيه. لا لا لا،
انا هتكلم في كل حاجه تمس مصر ومستقبلها، هتكلم في كل مصلحه حقيقيه للدوله، ولن ابيع ابدا الوهم للناس تحت اعتبارات السياسه والحفاظ على الشعبيه. والله احنا عملنا كده في الاقتصاد وربنا وفقنا، وكان هو ده الرصيد اللي احنا عدينا بيه ازمه كبيره جدا الدنيا كلها بتعاني منها. وبالتالي كل عمل صالح حتى لو كانت الناس هتبقى مش راضيه عنه، ولكن بنعمله لاجل خاطر بلدنا، وقبل ده لاجل خاطر ربنا سبحانه وتعالى. لو الشهاده لله انت شعبيتك بسم الله ما شاء الله في السماء، وخصوصا بعد سد النهضه والناس ماشيه دلوقتي بتعمل لك بروفات وتطبل لك على الجرادل. وبعدين هو انت كمان حتى الوهم عاوز تبيعه؟ انت ما فيش حاجه عندك ببلاش ابدا، هو الوهم ده طيران وصنافير يا عم عشان تبيعه؟ ثم ان بصراحه انت عمرك ما بعت الوهم ولا كدبت علينا، يعني قلت عمري ما هرفع الدعم الا لما اغني المواطن الاول، رحت رافع المواطن ذات نفسه، قلت مش هينفع ازود على الناس الاسعار غير لما اطبق الحد الادنى للاجور، ولما نائب من البرلمان سالك عليه قلت له نائب على نفسك امشي يلا شقك. شهاده لله وللتاريخ انت ما بعتش الوهم ولا حاجه، احنا اللي مش مقدرين النعمه اللي بين ايدينا. انا مش عارف الصراحه انت مستحملنا ازاي اصلا. السيسي لو الناس مش عاجبها يبقى نعمل استفتاء وامشي. اذا كنا احنا مقتنعين، وانا بتكلم بمنتهى الجديه والحزم في الموضوع، الموضوع ده لن اسمح بيه، ولازم تتخذ بيه اجراءات الدكتور مصطفى مدبولي مع كل المحافظات ومع كل التعدي، وانا جبنا معدات هندسيه تكفي ان انا انزل على القرى دي وابيد واشيل كل الكلام دوت بالمعدات الهندسيه. لا يمكن هنسمح ابدا وانا بقول الكلام دوت. وإذا كانت الناس مش عاجبها الكلام ده تبقى تستفت على ان احنا نسيب المكان ونمشي. انا بقول الكلام ده مش هينفع ان احنا دوله تتحول للكلام اللي احنا بنعمله ده. طب وليه التشاؤم ده يا اسطى؟ يعني ايه استفتاء وتمشي؟ ما انت ممكن تعمل استفتاء وتطلع شعبيتك كاسحه وتقعد. الناس بتحبك يا ريس، بس حياه ابوك ما تتخنش حسك علينا وتحمر لنا في عينيك. ده احسن احنا بنجيب الولاد الصغير عشان نشاور لهم عليك ونقول لهم عمو الريس اهو. فالشخط ده بيفزع العيال الكبار كمان. احنا شعبك يا كبير، ما احناش رئيس وزراء اثيوبيا ولا نتنياهو ولا ترامب اللي كل ما يجمعك بيهم لقاء تقلع الحزام وبتوك على دماغهم. يعني الناس دي واخده على الوش الخشب ده، انما احنا حبايبك يعني. عموما اتكل على الله واعمل استفتاء، مش عشان انا واثق ان النتيجه مضمونه، اكتساح لاستمرارك يا ريس، هو بس عشان نقطع الطريق على الخونه اللي بيتريقوا عليك وبيقولوا ديكتاتور وفاسد ونسف الدستور، وعدل مده الرئاسه عشان يقعد على الكرسي مدى الحياه، ودلوقتي هيزيط ويقول استفتاء وهو راكب على الكرسي بالدبابات والرصاص. اعمل استفتاء كبير تحت اشراف دولي واقطع لسان الخونه، ده انت هتلبس شعبيه في وشك لما يبان لك صاحب. الاسكان لدينا مليون وحده سكنيه تناسب جميع المستويات الاجتماعيه. فندم احنا النهارده عندنا مليون وحده سكنيه تم بناءها على مدار الخمس سنوات اللي فاتت. مليون وحده سكنيه دي فيها كل انواع الاسكان الممكن، فيها اسكان بديل العشوائيات، فيها اسكان اجتماعي، فيها اسكان متوسط، فيها اسكان فاخر. الدوله النهارده بقت بتشوف الاحتياج عباره عن ايه، بتشوف احتياج السوق الماركت، احتياج الساده المواطنين، وبتعمل اسكان النهارده يتناسب مع كل الشرائح اللي موجوده زي ما حضرتك بتشهدي في كل المدن، حتى اللي احنا بنسميها مدن جيل رابع بنعمل فيها برضو اسكان اجتماعي. خطه في منتهى الذكاء والانسانيه كمان. احنا نهد بيوت الناس القديمه عشان الشعب المصري ده نور عين السيسي ويستحق يسكن في شقق جديده ومتطوره وعلى احدث طراز. يقوم كل مواطن من اللي بيته تهد ده واخد نصيبه اللي حوشه من ارباح القناه، على نصيبه في اكتشافات الغاز، على نصيبه من فلوس مبارك اللي كان لازم نلجا للقضاء عشان نرجعها يا منى، ويروحوا ياخدوا شقق من المليون بتوع محدود الدخل اللي بتبدا من نص مليون جنيه بس. والله يا جماعه شدوا حيلكم، ما تخلوش الراجل منظره وحش ويخش في دور اكتئاب. يعني هو يستاهل يتقال عليه فكر ونفذ من غير دراسه جدوى، وبنى ملايين الوحدات من موارد الدوله وسقعها في مباني وعقارات وبيدلل عليها دلوقتي. اذهبوا افواجا لشقق السيسي لمحدود الدخل ونجحوا له مشروعه، ما تخلوش الناس تاكل وشه. وزير الماليه، مصر كانت تقترض ل 15 سنه للطعام والشراب، والان من اجل المشروعات. اصل هو كيف يعني وكيف بيزل؟ احنا شعب مدمنين قروض، واكله دماغنا كده. لو عدى اسبوع من غير ما نقترض يجي لنا تنميل في فخدنا، والقولون ينقح علينا، والناس تحلم بكوابيس بالليل وتصحى مفزوعه تصرخ القرض جه. بس مع الوزير ده تحس ان القروض بقى ليها غايه وهدف سامي كده بعيد عن الفلوس في حد ذاتها. يعني بيقول لك بنقترض من اجل المشاريع، نغرق البلد في ديون داخليه وخارجيه عشان مترو ولا كوبري، او مشاريع مستهلكه مش ربحيه، لا هتتنيل تدر عوايد ولا هتسد ديون. وزير ماليه مش قادر يفرق بين مشروع خدمي والمشاريع المنتجه اللي بتجيب دخل او تجيب عمله صعبه، تصنيع، تصدير، اهتمام بالزراعه، استغلال موارد ومواد خام وتشغيلها، فتح المصانع المقفوله وتشغيلها. الكائن ده كل ما بيفتح بقه بشم ريحه الكفته من على بعد. السيسي معنوياتي لا تتاثر وقراراتي لا تتغير لانها بناء على دراسات. انا بالنسبه لي معنوياتي ما بتتاثرش وقراري ما بيتغيرش، قراري ما بيتغيرش لانه مش قرار ناجم عن هوى، لا ده دراسات ومسؤولين في الدوله بتتكلم، وكل مسؤول منهم لديه من المهارات العلميه والمهارات والخبرات اللي تخليه يتكلم كلام ويحط تخطيط قابل
للتنفيذ والتحدي. طب ما يمكن ده شبح اللي معطل احلامك ومضيق خلقك على اللي جابونا ومش بخلي الشعب حاسس باثار المشاريع بتاعتك على حياته ودخله، ان انت تخليت عن مبدأك الاصيل اللي كان مخليك ماشي بالبركه كده. دراسات ايه يا معلمه وكلام فارغ ايه؟ امال فين نظريه ليس وكله هيبقى كويس؟ عك وربك يفك، احنا اللي ستفنا الاوانطه جوه الشنطه. اي اسلوب من الاساليب دي هو اللي كان هيجيب معاك سك. مش تقول لي دراسه، ده احنا اتعلمناها منك كطبيب فلسفه، اننا لو اتبعنا دراسات الجدوى كنا حققنا 25% بس من المشروعات. مش ده كلامك يا رياسه؟ دلوقتي بقى في دراسات؟ مش كنت قافش عليها؟ وكان اللي معاه دراسه جدوى وداخل على كمين بيرميها من الشباك لا يتقفش بيها ولا حاجه؟ السيسي في طلبه بتدرس في جامعات بالخارج تكلفتها 35000 دولار سنويا. دي مواضيع عائليه بقى يا ريس، ابقى ناقشها انت وباقي شلتك ورجال الاعمال واعلامك. وانتوا قاعدين حوالين الفسقيه في فندق تريمف ونسوانكوا قاعدين ينفسنوا على كليات عيال بعض، ثم ان لو في ناس تانية مقتدره وربنا مديهم وقادرين يسفروا عيالهم، ما انت مالك يا عم؟ هو في الدافع هتكلمنا عن اوروبا، وفي دخل المواطن هتجيب لنا نموذج زيمبابوي؟ وزير الاوقاف نعيش ازهى عصور التسامح. هو اصلا باين على وشك التسامح الصراحه، يعني انا شخصيا بشوفك بفتكر كل معاني التسامح. انت نفسك انسان الشيخ اللي براه متسامح مع الطبال اللي جواه في درجه من اكبر درجات التسامح، يعني ده حتى قانون الجبايه اللي انت موافق عليه اسمه قانون التصالح. هو في تسامح اكتر من كده؟ سجون متروسه بالمعتقلين من كل الاطياف والاتجاهات والميول، حطيتهم مع بعض في سجون واحده عشان تديهم فرصه للاستيعاب والتسامح. بالطب الواحد وحد بين عنصرين الامه في رابعه ومسبيرو عشان يزرع قيم التسامح. ولو اني اشك انك ما فكرتش ترسخ مع السيسي قيم التسامح دي غير اليمين دول يا شقي. الطياره خلاص طلعت من تل ابيب عن طريق المجال الجوي لارض الحرمين يحتفلوا بالتسامح للصبح مع عيال زايد. انا مختار الاقيه انت. يلا ربنا يهنيكوا بالتسامح الدافي مع اولاد العم. مستشاره تسب ضابط شرطه في محكمه مصر الجديده. انت زباله. تصورك في المحكمه مش لابسك حاجه. انا مستشار وعضو امم متحده. كرنيلك بعدين. مش ترميهم كده؟ هضطر اجيب شرطه وما تكلمش ترميك الساعه. يلا يا زباله. ايه؟ يلا يا زباله. انا زباله؟ شكرا شكرا. ايه كده يا استاذ؟ ايه كده يا استاذ؟ ايه كده يا استاذ؟ بيقضي شغله وبيقضي مهمته. انت بتقولي انا زباله؟ حاطط الموبايل. كل الدعم يا جماعه. انا بصراحه كل الدعم للراجل اللي ورا اللي اول ما سمعه قالها كلبشك وارميكي في الحجز عشان مش لابسه كمامه راح لابسها في ثانيه. كان نموذج للمواطن اللي حرفيا ملوش في الليله دي غير الفرجه وبس، ومش بعيد يبوس ايده وشعره ودقنه وهو بيتفرج على جوز العربجيه دول، واللي فعلا تمام ويتابع من سكات، لانك رايك في المسخره دي كمواطن كفيل ان طرفين العصابه دول يطلعوا منها حبايب كالعاده وتلبس انت يا معلم. والحقيقه انها خناقه من خناقات الموسم، الحاجات كده اللي هتبقى من كلاسيكيات المشهد السياسي المصري. ضابط مشهود له بالافتراء والانعاره الكذابه نتيجه تربيه وبيئه، سواء بيئه في البيت او بيئه في الشغل، حسسته انه مميز انه حظابط، انه البلد ووظيفته اسمها الحركه ضابط، انما الاسم الفعلي اسياد البلد. فشاف ان من حقه حتى وهو بيطبق القانون يبقى مغرور ومتعجرف وقليل الذوق وكلبشك وارميكي في الحجر واخطف من ايدك تليفونك، لكنه لقط اشاره صغيره لما جابت سيره انها مستشاره، فحاول رغم صعوبه الموقف عليه كبلطجي نفسه يمارس بلطجته انه يحاول يبان مؤدب وعنده ثبات انفعالي، ولجأ زي اي مواطن في زنقه للتصوير عشان يثبت حاله ويكسب تعاطف ويطفي على شخصيته انه اخلاقه منعته من التعدي بالضرب على واحده ست، رغم انها لو كانت ست عاديه كان زماننا بنجمع قطع غيرها دلوقتي. والطرف الثاني مستشاره، سيد من اسياد البلد رخره، قوه السلطه القضائيه بقى، والكارنيه اللي موت 100 و1000 واللي مجرد ابرازه بيكون بوابه العبور للست هانب بنت الحسب والنسب. المستشاره مرات المستشار، عضوه الامم المتحده اللي تقدر بكل بساطه تشتمه وتقول له يا زباله حقير يا حرامي. المشهد المقرف ده انت يا مواطن مالكش فيه، وادعي ربنا على نعمه الاخلاق والستر. النيابه تخلي سبيل مستشاره المحكمه مراعاه لحالتها النفسيه. شغل على نظيف، وشابوه بجد للمخابرات، اصل كانت معضله كبيره، نطبل لمين ونتعاطف مع مين ضد مين؟ ما ينفعش صحافه واعلام ونظام غرقان في الكذب لحد ودانه ياخد موقف دفاعي لطرف على حساب الطرف الثاني. هنقول الضابط كان بيشوف شغله؟ هيقولوا انت بتسيء لمنظومه العداله والقانون في مصر. ولا ناخد صف المستشاره فيتقال علينا ما بنحبش وبنسيء لنزاهه وشرف بدل الضابط الداخليه؟ فدي اكيد فيها تليفون من عباس بقى، يا جدعان الضابط مؤدب وخلوق وكان بيشوف شغله وحولوه لايقونه من ايقونات الادب وحسن التصرف، وسياده المستشار تصرف عشان حالتها النفسيه، عشان في ظروف كانت مأثره عليها، العربيه عطلت، الكمامه كانت قافشه على بطنها، كانت فاكرها كرسيه ولا حاجه، المهم الليله تخلص والمواطن يرجع يتلهي في اي حاجه بعيد عن صراع الديوك ده. شرطه وقضاء، سلامه نفسيتي كمستشاره، الف لا بأس على كتفاتك يا حظابط، مصر فيها العجب والله، شفنا سياده الرئيس العجب العجاب اهو، عندك حاجه ثانيه؟ النائب اشرف رحيم لعلي عبعال، نحن راضون عنك، فهل انت راض عنا؟ سيد الدكتور الاستاذ الوقور والمحترم الوالد الكريم الفقيه السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العالي، كم أنا فخور إني واقف قدام حضرتك، قد إيه إنسان جميل، وقد إيه قدمت لمصر، قد إيه قدمت للبرلمان المصري، ولسه محتاجك للبرلمان المصري، وأنا بقول الله سبحانه وتعالى أنت
تكون رئيس البرلمان القادم. اسمح لي حضرتك أن أشكر سيادتك على كل مجهوداتك، على حضورك، على علمك، على إنسانيتك، على إنصافك، على حلمك، على كرمك، على إنك إنسان جميل. من الزمان بمجلس أنت به الفقه والنبل والسلطان، فيا فقيها وفي علمه ورئيس ذاك البرلمان، قد عشت علما وعلما يقتدى به وثبت أركان البرلمان. سيادتك يا سيادة الرئيس، احنا راضيين عنك، فهل انت راض عنا؟ اسمح لي سيادتكم ان تنقل عنا وعن برلمانك رضانا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو بصرف النظر عن اني مش قادر اصفي النية او الصراحة، يعني الطريقة اللي بيتكلم بيها سوما العاشق ده تثير الشكوك حوالين طبيعة العلاقة اللي بينه وبين العكروت اللي قاعد فوق ده. بس اللي لفت نظري ان من اجل النائب مصطفى قمر ده مفترض ان في شعب هيتجرجر عن نيابة ويدفع غرامات عشان ينتخب اللي زي ده، اللي لازلت مصمم انه اوسخ تجمع بشري ممكن حد يشوفه في حياته. يعني طبيعي المجلس اللي افرز لنا البلبل الحيران ده يكون هو مجلس التنازل عن تيران وصنافير، مجلس الفساد والقوانين اللي كلها لخدمة النظام واهل الحظوة والنفوس، المجلس اللي مرر كل الاتفاقيات اللي خلت مصر بالشكل ده، واللي صاغ ووافق على كل القوانين اللي مررت حياة ملايين المصريين، مجلس المخابرات والعمالة بامتياز، بشرى للمواطنين إضافة ملح الطعام والطحينة على السلع التموينية. أيوة بقى، خطوة متأخرة كتير. الملح عشان يبقى بيننا وبين الحكومة والوزير عيش مسخوط وملح، أو نحط في عيننا حصوة ملح وإحنا بننتقد الرئيس. والطحينة طبعا معروف هي أهم عنصر مساعد في إنجاز اللوعة بعاطي لعلاج كل أمراض العصر بالكفتة. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. بس عشان عاوز اساعد. انت اسمك ايه؟ اسمي ابراهيم عبد الناصر راضي رجب. تدرس فين؟ ان شاء الله السنه الجايه اعدادي طب بشري. انت كنت ثانويه عامه السنه دي؟ جبت 99.6. اللهم صل على النبي. مدرسه ايه؟ شهداء 25 يناير في اسكندريه. اسكندريه؟ ابوك بيشتغل ايه؟ ابويا بقى شغال في فريسكا. فريسكا؟ وانت عندك كم اخ؟ عندي اخ اخويا خالد وشغال برضو معانا، وعندي اخت اخويا لسه اعدادي. اعدادي؟ اه ثالثه اعدادي، واختي لسه سته ابتدائي لسه. وانت عايز تخش طب ليه يا ابراهيم؟ على الاقل فرحت ابويا يعني. انت طب هو حلمي يعني، ما هو ده حلمي بالنسبه لي، ما هو معنى ان انا اخش طب ده حلمي بالنسبه لي. حلمك كان من زمان ولا؟ طبعا من زمان. طبعا عايز تخصص معين ولا اي حاجه؟ ان شاء الله جراحه عامه. للمزيد من الطاقه الايجابيه المحفزه على الهجره ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجديده، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقه الايجابيه دي من خلال اللايك والشير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.